عوامل كتيره جدا. اتمنى ان وزاره الماليه تتعامل مع المسرح على انه من المشاريع اللي الدوله لازم تتبناها ويخفضوا ضريبه الملاهي وضريبه احنا. ايه علاقتنا بالملاهي؟ ايه علاقه المسرح بالملاهي؟ ملوش اي علاقه خالص. على فكره يعني كلمه ضريبه الملاهي ديت لما تطبق على المسرح المصري يعني يا جماعه انتوا بتتكلموا فيه يعني حاجه يعني انا مش فاهم. اتمنى ان وزير الماليه يبص للحكايه دي. اتمنى ان ايجار المسارح يقل. اتمنى ان الدوله تلتفت للمسرح. اتمنى الناس المسؤولين اللي موجودين دلوقتي القنوات دي كلها انهم يبتدوا يفكروا في انتاج المسرح ويدعموا المسرح علشان يبقى عندنا مكتبه حديثه. احنا مكتبه مصر المسرحيه نجوم معظمهم يعني رحم. ما ينفعش والايام دي هتبقى انا اسف والله يعني انا بس عايز اضيف حاجه على كلام الاستاذ هاني. هو فعلا احنا ما عندناش عروض قطاع خاص، انما مسرح الدوله عنده عروض كتيره جدا. يعني مسرح القوم بينتج والكوميدي، لكنها عروض طبعا محتاجين عروض اكتر من كده. القطاع الخاص ودعايه طبعا، ما هو مسرح الدوله محكوم بميزانيه محدده. انما فعلا احنا محتاجين نظره الى مسرح القطاع الخاص زي ما قال الاستاذ هاني. محتاجين